استاذ ألان ساركيس، اهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان اون. اهلا فيك وبنعزي كل اهل الشهداء اللي سقطوا، وبتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وان شاء الله بتوقف هالحرب قريبا جدا. استاذ ألان، صراحه يوم هيدي الاطلاله ذكرتني بموقف سابق لك، يمكن باول حلقه صورتها عنا بالمنصه من حوالي 5 اشهر تحديدا. كنا عم نحكي عن موضوع اليوم أنا شخصيا سمعته عند كثير من أبناء الطائفة الشيعية، في تخوف من المخططات الإسرائيلية الكبرى، خصوصا اللي عم يتحدث عنها نتنياهو مؤخرا، حضرتك ذكرت إحداها وهو موضوع تهجير الشيعة في لبنان إلى العراق أو إلى سوريا. اليوم هذا الظرف يلي نحن عايشينه، هل هذه المخاوف بمحلها؟ إيه ولا لا؟ نعم، يعني أول ما حكينا كنا عندك باللبنان أون ومعك، وتقريبا مثل ما قلت من شي 5 أشهر كنت عم مخطط، هو شريط عازل بجنوب لبنان، من ثم تهجير الشيعة للداخل ومن ثم لسوريا وللعراق. وقتها طلعت الأبواق اللي مثل ما بنعرف التخوينية، وبلشت التخوين والترويج للمخططات الإسرائيلية. هي القصة بدها كانت شوية قراءة وشوية تمعن بالأحداث، وللأسف يعني هاي قيادة حزب الله من هذيك المرحلة، من بداية حرب إسناد غزة لهلأ ما عملها. في مخطط كتير كبير، تهجير أهالي غزة شفناه، من ثم الانتقال لجنوب لبنان وتهجير الشيعة منهم، مش لأنهم شيعة أو مش لأنهم مواطنين لبنانيين ومش لأنهم عندهم غير عقيدة أو شيء، لسبب كتير بسيط، لأنه شكلوا بيئة حاضنة للمخططات الإيرانية ولامتدادات طهران بالمنطقة وبالشرق الأوسط، وبلشوا شكله خطر وجودي على اسرائيل، مش خدمه للقضيه اللبنانيه، برجع نقول مش خدمه للقضيه اللبنانيه، انما خدمه لاهداف وطامع ايران بالمنطقه. هالشيء طلعنا حكيناه من 5 اشهر، مثل ما صرنا صهاينه وعملاء وبتعرف موجه التخوين، وللاسف هلا اللي حكيناه من 5 اشهر هلا عم بصير. الشيعه اغلبهم صاروا مهجرين بجبل لبنان وبالشمال، وقسم كثير كبير منهم، في ارقام بتتحدث عن 200 و300 الف صاروا بسوريا. طيب اذا طالت الحرب، قلب جبل لبنان وشمال كتير ضيق ومش قادر يستوعب كل هالأعداد من العالم، وأصلا هالعالم ما رح تضل قاعدة بمدارس وبالشوارع، رح يضطروا يروحوا على بيئة حاضنة تانية. كان عم ينحكى أنه حزب الله مأمن شقة بسوريا وبالعراق، ورح ينتقلوا هونيك، أي متى بيرجعوا على الجنوب الله العليم. من هيك المخطط كتير كبير، والمخطط حزب الله ما فهمه، حزب الله وقيادة حزب الله ما فهمت الرسالة بوقت في غير قوى سياسية، مثلا إيران قعدت على حياد أو فاتت بمفاوضات أو تسوية على دم وأشلاء أهل الجنوب وأهل البقاع. النظام السوري قعد على حياد، ما عم نشوف ولا صاروخ عم ينطلق من النظام السوري بعجلان المحتل. ما في إلا لبنان وأهلنا الشيعة عم يدفعوا الثمن الأغلى، ثمن تهجير وقتل وتشريد، بسبب حسابات كتير ضيقة وحسابات كتير خاطئة. كان يقال أنه قبل عن قيادة حزب الله أنه الأكثر حكمة والأكثر دراية، أثبت قيادة حزب الله أنه تركت شعبه يواجه الموت المحتم، حتى قسم كتير من قياداتها صفيه وعم يقتلوا، شفنا السيد حسن نصر الله وشفنا باقي القيادات. من هيك الخطر كتير كبير على أهلنا الشيعة، لازم يوعوا، لازم الرئيس نبيه بري يكون عنده الحكمة. هلأ وقت الرئيس نبيه بري يكون عنده الحكمة، مش قبل بملفات داخلية صغيرة وبملفات ما بعرف شو فيها أرانب. شو لازم يعمل هون الرئيس بري أستاذ أنا؟ الرئيس نبيه بري عنده مسؤولية كتير تاريخية. اليوم الشيعة تعرضوا لأكبر نكبة بلبنان بتاريخهم، أيام العثمانيين ما تعرضوا لها وأيام من قبل ما تعرضوا لها. اليوم كربلاء شيعية جديدة عم تصير على أرض لبنان بأيادي شيعية، للأسف إيران كبتهم بالنار وتركتهم. أيادة حزب الله ما عملت الحسابات المضبوطة، رئيس نبيه بري اللي هو رغم الملاحظات الكثيرة بقصة الفساد الدولي، بقصة بعض التركيبات، بكل القصص، رئيس نبيه بري قدام مسؤولية تاريخية كثير كبيرة، إنقاذ طائفته من الإبادة والتهجير والتشريد في أصقاع العالم. اليوم الشيعة معرضين يصيروا مثل الفلسطينيين، الشيعة الجو اللي خلقه حزب الله من 15 سنة إلى 19 سنة لهلا، جو الكراهية مع الجميع، كان مع العالم العربي اللي بتبلش برا مع دول الغرب بفوت على الداخل، يا
يعني نحن بنتذكر وقت كان يستشهد شهيد من 14 اذار تتضيف بقلاوه بالضاحيه، بينما هلا الشعب اللبناني عطف على المكون الشيعي وعم يحتضنه، بس ازاي قادر يحتضنه؟ من هيك رئيسنا بيقبر بده يكون قدام مسؤولياته التاريخيه، جرب ينقذ الشيعه من حرب الاباده اللي عم بياخذهم عليها، اللي اخذتهم ايران عليها، ويجرب كمان يرجع الدوله توقف على جايها عبر تامين انتخاب رئيس جمهوريه، هو بايده مفتاح الحل. قد ايه بتسمح التركيبه اليوم اللبنانيه استاذ ألان انه يتم مثل هيك نوع ترانسفير؟ ما بيصير فيه يعني خلل بمحل معين او ممكن صار الخلل استاذ مارون، صار الخلل. يعني اليوم عم نحكي عن اهل الجنوب، بس سؤال برغم كل التقارير الرسميه وغير الرسميه، ده بعد في شيعه بالجنوب، ما في 5% يمكن او 10%، واللي بعده يمكن هلا عم بفل. ده بعد في شيعه بالضاحيه الجنوبيه اللي بعده عم بفل، وللاسف البقاع عم تفظع في اسرائيل وعم ترتكب ابشع المجازر، بس لانه الاعلام اكثر شيء تسلط على الجنوب وعلى الضاحيه، ما عم بيكون في عرض للداعم بيروح ضحايا بالبقاع الشمالي. الترانسفير حصل، المرحله الاولى من تهجير الشيعه حصلت، لازم القيادات الشيعيه او ما تبقى من قيادات شيعيه تعرف المرحله الاولى تهجروا الشيعه من مناطقهم على الداخل اللبناني، بعد شوي بتبلش المشاكل بقلب الداخل اللبناني، واصلا ما راح يقدر يتاقلم بقلب الداخل، ومثل ما وما راح يرضى بطبيعه العيش اللي عايشها، راح تنفتح له ابواب سوريا والعراق. ترانسفير حاصل لا محال، نرجع نقول ما حدا يوهم ونحن لا وما بنترك ارضنا، بيطلع الواحد بيقول ما بنترك ارضه بعد شوي بتلاقيه مهجر عندك. هيدا العرضات والاستعراضات ما لازم تصير. السيد نصر الله قبل ما استشهد اعترف انه اكلنا ضربه كثير قويه، وهلا القيادات ما تبقى من قيادات شيعيه لازم تطلع وتقدم بالامر الواقع، بيتصدوا لدوريه اسرائيليه بالجنوب، او مثلا بيعملوا بيضربوا صاروخين ثلاثه صاروخين ايرانيين ما بصيبوا اهداف، هيدا صار شيء ثاني. بيقبل اليوم بيقبل اليوم المواطن الشيعي انه يروح يعيش بسوريا او يعيش بالعراق؟ لا ما بيقبل، اكيد ما بيقبل مكانه، ونحن ما بنقبل، وكل الشعب اللبناني ما بيقبل المكون الشيعي يطلع من لبنان. بس اذا ضلت قياداته هالعجهيه وهالتصرف اللا حكيم وحطته وقود، يعني اليوم الشيعي لازم يطلع ويوقف ويقول نحن لسنا اكياس رمل بطهران، نحن اشلائنا ليست للمفاوضات النوويه، نحن ضياعنا هي ضياعه لبنانيه، كلنا ما بنرضى الشيعه يفلوا من لبنان، ممنوع يفلوا من لبنان، وكلنا ما بنرضى اي مكون لبناني شيعي او سني او درزي يفل، لكن الاساس في مخططات كبيره، ايران مثل ما بيعت غزه عم تبيع جنوب لبنان، ايران هي اللي دمرت غزه، وايران هي عم تساهم بتدمير جنوب لبنان، يعني راح كبت حزب الله بمعركه اسناد وتركته لحاله. قيادات حزب الله عم تستشهد الواحد ورا الثاني، كله اليوم ضمن حسابات ايرانيه، الله العليم لوين ممكن توصل اذا ما وقف الشيعي، وقف قدام التاريخ وما يكرر اخطاء الطوائف اللي سبق. كمان بده ينتبه في اخطاء الطوائف ارتكبوها مثل المغاربه ومثل غيرهم، الشيعي اليوم قدام مرحله تقليل الخساره او وقف الخساره، إذا بده يكفي هيك رايحين نحن لسيناريو أسوأ. شو يلي عملوا الموارنة مثلا أستاذ أنا؟ ما لازم يكرروا اليوم الأشياء؟ الموارنة ما عرفوا قريبا التغيرات السياسية الإقليمية والدولية، إن كان قبل إن كان بال 1920 أو بال 43 أو بال 58 أو بال 75 أو أيام الحرب أو بعد الحرب، وفاتوا بالحيط. الشيعة اليوم قدام لازم قياداتهم، برجع بقول ما تبقى من قياداتهم توقف وقفة تاريخية وتفكر شو بدها تعمل. هل بدها تضل أكياس رمل لإيران؟ هل القيادات الشيعية بده يخلوا الشيعة ورقة تفاوض بين إيران؟ أو بدهم يوقفوا ويقولوا لا نحن مواطنين لبنانيين، بدنا نعمل نقد ذاتي، بدنا نشوف لوين بدنا نروح، لأنه رايحين الشيعة أبشع من كربلاء. اللي صار بتفجير السيد حسن نصر الله واغتيال هاشم صفي الدين والإبادة اللي عم تصير أبشع من غزة. هلا بنرجع لموضوع هاشم صفي الدين، ولكن قبل بعد لنختم بموضوع الترانسفير، لو سمح الله إذا صار ورحنا على المرحلة الثانية والثالثة أو الرابعة، مين رح يرجع يقعد بالجنوب اللبناني؟ ليك سؤال،
كثير بسيط. نحن بنفكر انه هيدا الشيء كثير مستبعد او ما عم بصير. 1983 وقعت حرب الجبل المشؤومه، هجروا الموارنه والمسيحيه من الجبل وشرق صيدا. نحن هلا 2024، هل عادوا الموارنه على الجبل مع انه وليد جملاط عمل المصالح التاريخيه والبطل الخصفان؟ القوات اللبنانيه بال 2005 صارت حليفه وليد جملاط، وليد جملاط صار ركن من اركان 14 اذار بطل مع النظام السوري، بس بقيوا بلبنان، بقيوا بلبنان. طيب اليوم هذا الترانس بقيوا بلبنان بس بقيوا بمناطق مسيحيه، يعني ابن الشوف او علي ساكن بجل الديب او انطلياس او جوني او جبال، بينما اليوم عندك 1,200,000 شيعي ما راح يضلون قاعدين بكسروان وجبال بالمدارس وبعكار. هذا الشيء الخطير، انه الترانسفير ما بده انه نقعد نخطط ونعمل ونفكر انه كيف بدنا ننقل من هون لهون وشو بدنا نعمل. اليوم صار في حرب اباده بغزه، تهجرت غزه كلها. حزب الله كان لازم يقرا هذا المشهد اللي صار، القيادات حزب الله ما قريت هذا المشهد، كبت الشيعه وسط النار، ايران تركت الشيعه يقاتلوا لحالهم، بس بالخطابات سندمر اسرائيل وسنحرق اسرائيل وسنزيل اسرائيل من الوجود. الحقيقه المره هلا الشيعي في خبرنا وين هو بلبنان؟ مليون شيعي وين اللي. مليون شيعي وين صاروا؟ كيف صاروا؟ كيف اللي عايشين؟ هذا ابن الشيعي ابن الجنوب ابن العز والكرامه، الشيعي اللي هو ابن الكرم ابن المقاومه الحقيقيه، هلا وين صار؟ يرضى هيك بسبب شيء؟ شو بدي اسال حال بسبب شو؟ مش حسابات كثير ضيقه فوتته بالحيط وفوتت لبنان بالحيط وفوتتنا كلنا بالحيط، بس نحن يمكن عم نتاثر، بس تاثرنا مش قد الانسان الجنوب اللي خسر بيته. صحيح، هيدا ابن الجنوب محله يرتاح، هيدا ابن الجنوب لو عم بدافع كرمال قضيه بتخص الجنوب اكيد كان مبسوط، وكل الجنوب مقدم بيقدم نفسه شهيد على مذبح الوطن وعلى مذبح تراب الجنوب. بس هلا شو عم بصير؟ اللي عم بصير انه ابن الجنوب صار ورق التفاوض بايد ايران، وايران بيعته، واغتيال السيد نصر الله اكبر دليل على بيعة ايران لحزب الله ولقيادة حزب الله ولاهل الجنوب من اجل انه تحفظ راسه. طيب بالختام استاذ انا، كنا تطرقنا لموضوع السيد هاشم صفي الدين، بعد حتى الان ما في اي تاكيدات لا من قبل حزب الله او المقاومه ولا من قبل العدو الاسرائيلي يلي كان دائما يسارع وهو يعني ياكد الخبر. امبارح كان في تلميحات عبر وسائل الاعلام العبريه من دون اي تاكيد او من دون اي مصدر رسمي اسرائيلي. نعم، يعني هذا الاغتيال بيجيك ضمن سلسله اغتيالات فئه اسرائيلي لتصفيه حزب الله وانهاء منظمه حزب الله وانهاء دور حزب الله. وبنشوف الاغتيالات ايدي ورا ايدي ورا ايدي، بدءا من السيد حسن نصر الله براس الهرم. اللي عم بصير اليوم هو كثير خطير على بيئه حزب الله وجمهور حزب الله وايد حزب الله. الحزب بعد عنده، ما تبقى من الحزب، بعد عنده قدرة انه يوقف هالمجزرة وهالكارثة وهالنكبة. بتشوف في مخطط بمحل معين لتحويل حزب الله الى حزب سياسي فقط يعني؟ نعم، حزب الله في يطلع هلا قيادته وتعلن وقف القتال وتسليم السلاح الى الجيش اللبناني والانخراط في مشروع الدولة مثل بقية الاحزاب سنة 90. وهلا بعد كثير هيني، هلا ما في احتلال اسرائيلي للبنان. اوكي في اعتداءات اسرائيليه، بس اسرائيل بعد ما فاتت شيء بالبر، بعد ما تقدمت، بعد ما بلش الاجتياح الحقيقي للبنان، بعد ما بلشت عمليه الغزو البري للبنان، بعد ما هلا قادرين رغم هول الدمار والخسائر البشريه وكل شيء عم بصير والنكبات، بعدنا قادرين نخفف الخساره. بينما اذا كف حزب الله بهالاشجعيه وبهالعينات رايحين نحن لتدمير ما بقى من الجنوب ومن الضاحية ومن البقاع، رايحين لإنهاء حزب الله. للأسف هيدا هيدا الشيء بين إسرائيل مصرة عليه، ورايحين نحن لتدمير لبنان وما تبقى لبنان وتغيير الصيغة اللبنانية. نحن ما بنرضى بهالشيء وما لازم يصير. بعد حزب الله عنده فرصة يطلع يسلم سلاح للدولة، تطبق الأراضي الدولية وأولا 1959
وكل مش بس سلاح حزب الله، كمان تكون واضحين كمان السلاح الفلسطيني يتنظم او ينضب، مش يتنظم ينضب. من هيك اغتيال السيد حسن نصر الله او هاشم شفيق الدين او اي قيادة من حزب الله بيجي من ضمن المخطط الاسرائيلي الكبير، ما حدا عم يشوف الصورة الكبيرة، كلهم بيقعدوا بيفرقوا اذا ايران ضربت صاروخ صوتي على تل ابيب. الصورة الكبيرة والاساس هي انه في قرار اسرائيلي كبير كبير بتغيير الوضعية الديموغرافية والسياسية والامنية بالجنوب وبلبنان، وفي شرق اوسط جديد عم يركب. الايرانيين ما عندهم شيء يخسروه، بضحوا لاخر العصر من حزب الله ومن الطائفة الشيعية. هون بنرجع ناكد انه الطائفة الشيعية قدام مسؤوليات تاريخية توقف عن جهية بعض القيادات، توقف ما يتأثروا كم واحد هيك محلل بيسمي حاله محلل بيطلع وسنضرب وسندمر. نحن اللي عم نتدمر والبنان عم نتدمر والطائفة عم تتدمر، ووقف الحرب هلا بإذكر الكربلاء الجديد اللي عم بتصير، وهلا يمكن عم تطال حزب الله بعد شوي بتطال كل اللبنانيين للأسف. أنا بدي أتشكرك أستاذ أنس سركيس على هيدي الإطلالة معنا، إن شاء الله بلقاء مقبل معنا بالاستوديو بنحكي أكثر بالتفاصيل، على أمل أنه ما تكون أكثر الأوضاع متطورة. أنا بشكرك إن شاء الله خير.